انا الحمد لله حفظت القران، كان عندي 4 سنوات ونص يعني لما خلصت القران الكريم. في الاول والدتي حفظتني بالتلقين، وبعدين والدي بدا ان هو يوديني عند شيوخ ويدور لي على شيوخ متميزين ومعاهم اسانيد عاليه عشان اروح اكمل عندهم القراءات والمتون بعد كده. بعدها بدات احفظ القراءات، يعني القران بالقراءات العشر، والحمد لله خلصت القراءات العشر. كنت في 6 ابتدائي تقريبا. بعدين حفظت بقى متون تانية، يعني مش بعدين، هي بعد حفظ القرآن وقبل القراءات، لأن طبعا القراءات ليها متون زي الشاطبية والدرة والطيبة. الشاطبية في القراءات السبع، والدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر، والطيبة في القراءات العشر الكبرى. دول كلهم خلصتهم تقريبا كان عندي 8 9 سنين. خلصت معاهم برضو ألفية ابن مالك في نفس السن في النحو والصرف، ومتون تانية كتير جدا زي الرحبية في المواريث، زي الخليدة البهية، وزي جوهرة التوحيد، وزي بدء الأمالي، ومتون تانية كتير جدا في مجالات متفرقة من العلوم والفنون. انطلقت طبعا مسابقات قطاع المعاهد الأزهرية، وهي كما قلنا مسابقات متعددة، منها طبعا مسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم، وهي مسابقة كبيرة يعني يشترك فيها العديد من الطلاب حفظة القرآن الكريم، ويعني غير ذلك من المسابقات. برضو مسابقة فارس المتون التي انطلقت من قطاع المعاهد الأزهرية عام 21، وهي معنية بالتركيز على تجلية التراث وعلى حفظ المتون، بل وعلى تأليف المتون في العديد من العلوم والفنون، سواء كانت علوم فقهية في المذاهب الفقهية أو كانت في العلوم العربية. دخلت مسابقات كتير جدا الحمد لله، زي مسابقة الملتقى الفكري وطلعت فيها المركز الأول على مستوى الجمهورية، مسابقة حفظ القرآن الكريم للإمام الطيب وطلعت فيها المركز الأول برضو على مستوى الجمهورية، مسابقة تحدي قراءة وطلعت المركز الأول على مستوى الجمهورية ممثلة للأزهر الشريف على مستوى العالم في دبي، وكمان مسابقات تانية، وكانت آخرها مسابقة فارس المتون اللي أنا حصلت فيها الحمد لله على المركز الأول على مستوى الجمهورية. القراءة هي اللبنة الأولى في بناء الشعوب، إن القراءة العربية بالذات هي الشيء الواعد الذي يحقق للإنسان قيمة عظيمة ويعلي من قيمة الشعوب، فلا تعلو قيم الشعوب ولا تعلو أهميتها إلا بلغتها العربية، ولا تتحقق هذا إلا بالقراءة العربية السليمة التي تزيد من الحصيلة اللغوية للإنسان وترفع شأنه باعتزازه بلغته العربية الأصيلة، والكتاب هو أفضل وسيلة لتحصيل ذلك. كما قال أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. انا الحقيقه بصراحه لازم اعترف بحاجه، ان ابويا وامي كانوا سبب كبير جدا في اللي انا وصلت له كده، والحقيقه ان الاسره كلها والعيله بتاعتنا كلها هي مهتمه بهذا الموضوع، ان احنا كلنا نكون حافظين القران في سن صغيره، ومهتمه كمان ان احنا ننشا بتربيه صحيحه. برضو اختي بتساعدني كتير في بعض الاحيان، يعني برضو دي كلمه حق الصراحه، في الحقيقه بتساعدني مثلا في مسائل النحو بالذات، لان هي شاطره جدا في العربي، وبتساعدني كمان في الرياضيات. برضو كذا مره ساعدتني في كذا مسابقه لما دخلنا فيها، يعني في مرة من المرات دخلت مسابقة تحدي القراءة وهي كانت فازت في المسابقة قبل كده، ساعدتني فيها برضه وشجعتني برضه في مسابقة فارس المتون لغاية ما وصلت للتصفيات النهائية على الجمهورية. التمييز ده باب من أبواب ألفية ابن مالك. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز برا ومناوين عسلا وتمرا، وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا، والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلة. ده باب اسمه باب التمييز. احنا بنجيب كلمة في الآخر مثلا زي ايه؟ هقول ادي مثال الاول بعدين اتكلم عليه، زي قوله تعالى: اني رايت 11 كوكبا. دي بقى بتبقى حاجه اسمها تمييز، بنعرف بيها ايه ده 11، ايه 11 برتقاله، 11 كوكب، 11 ايه. طبعا بتبقى منصوبه دائما، وبتبقى نكره، لازم التمييز يبقى منصوب نكره، حتى موجود في اول بيت لابن مالك: اسم بمعنى من مبين نكره
ينصب تمييزا بما قد فسر. ووالدي ووالدتي يعني كانوا بيبذلوا مجهود، يعني مش هقول كبير، مجهود جبار في ان هم ايه يحفظوني الحاجات دي كلها ويعلموهاني، لانه انا كمان كنت صغيره جدا، فالطفل الصغير بيكون اصعب من الكبير ان هو تقعده وتحفظه وتفهمه، بتبذل مجهود معاه مش هو اللي بيحفظ لوحده. فبداوا والدتي ووالدي انهم يحفظوني ويدوروا لي على الشيوخ كتير جدا، يعني كانوا بيتعبوا كمان في التدوير على الشيوخ، كانوا الشيوخ مسافات بعيده، وبالتالي بنروح نقعد من قبلها بفتره ونيجي والسكه وكده، وكانوا بيروحوا ويجوا معايا جدا، يعني ربنا يجزيهم كل خير. ترفع كان المبتدى اسما والخبر، تنصيبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس زال بارحا، فتيئة وانفكا، وهذه الأربعة لشبه نفي نول نفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. حد يزرع حاجة أكيد بيفرح جدا لما يحصدها يعني الحقيقة. وأكيد أبويا وأمي لما علمونا وهم صغيرين وشافونا دلوقتي وإحنا الحمد لله والشكر لله وصلنا لمراحل عالية، أكيد فرحوا بينا جدا يعني. أكيد إحساسهم إن هم فخورين جدا بالإنجاز اللي عملوه، وأكيد طبعا إن هم حسوا إن هم عملوا التربية الصحيحة فعلا وأبونا كويس يعني.